على فكرة أنا كان ممكن أدفع بالفيزا عادي، المشكلة كانت في الكاش والرقم فاجئني الحقيقة. طب ممكن توريني لستة كده؟ لستة إيه؟ لستة طلبات البيت. لا لستة إيه ده، لا تقريباً البيت كله فاضي فمش محتاج لستة يعني. حتى لو وأنت نازل لازم تبقى عامل لستة طلبات عشان ما تتوهش. وبعدين إيه اللي أنت جايبه ده كله؟ بقول لك البيت فاضي تقولي لي إيه ده كله؟ بقول لك إيه؟ أنا هعرفك تشتري إزاي. تعالى. يلا حبايبي. استأذنك بس عشان. لا استنى من فضلك معلش يا استاذ يوسف، انا اسفه. عايزاك لما تشتري اللبن لازم تبص على الصلاحيه الاول. هم عندهم كده تركيبه بيعملوها دايما، بيحطوا اللي صلاحيتهم قربت تخلص من بره واللي جوه لسه الصلاحيه جديده الفريش. شفت بقى الفرق؟ صدقي صح. تعالى اقول لك انا بجيب ايه للبنات. بص بص الحجم قد ايه؟ وبنفس السعر. سيبك من دي خالص، وده مصري. طب استني استني، انا بس هاخد واحده وهخليه يجرب دي. بجد؟ اه والله. ماشي صدقني هتعجبه والله. ميرسي جدا. يلا معلش بس يا دكتور ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. حضرتك جايب الصلصه دي ليه؟ سؤال غريب قوي يعني، دي صلصه هكون جايبها ليه؟ لا ليه الحجم ده بالذات؟ لا ما انا قلت طالما الحجم كبير كده يبقى اكيد دي اوفر واحسن. لا على فكره حضرتك مفكر غلط تماما، انت اكيد مش هتطبخ كل يوم. طبعا دي مجرد ما تفتحها عشان تستخدمها مره واحده هتبوظ حتى لو حطيتها في الثلاجه. ايوه يعني اعمل ايه؟ احنا نرجع دي. اه حبيبتي هاتي لي صلصه، هاتي لي علبتين. دي غلط، دي هتبوظ اول ما تفتحها على طول. على فكره ثانيه واحده، ثانيه في عرض على الاربعه، فعشان في عرض على اربعه نجيبهم في البيت عشان يبوظوا ناخد علبتين ولما نحتاج تاني نشتري. مظبوط. حضرتك جبت الزيت؟ اه جبت ثلاث انواع، ثلاث عبوات مختلفين. بصي دي واحده ودي الثانيه وفي واحده ثالثه كمان استني. طب ليه كل ده بس عايز افهم؟ لا الزيت ما بيخسرش بقى خالص. عشان ما بيخسرش نجيب ازازه كبيره جدا عليها عرض، تقدر تفتحها يعني عمرها ما تبوظ زي الصلصه خالص. لكن دول ما لهمش اي لازمه. الموضوع طلع كبير والواحد طلع مش فاهم اي حاجه خالص. هي مساله وقت كل حاجه انت تعرفها. يلا حبيبتي. هي انا مش عارف اشكرك ازاي، تعبتك معايا وعطلتك كمان. لا ولا تعب ولا حاجه، بس اهم حاجه والنبي اوعى تنسى الكلام اللي قلته لك. لا ده انا حافظه صم، تحب اسمعه لك؟ لا مش للدرجه. شوف كده ايه رايك يا دكتور؟ الله ينور. عايز مني اي حاجه تاني؟ ما تحرمش، قولي لي بس حسابك كام. استنى كده والنبي يا دكتور، انا شامه حاجه وحشه. هو انت منظفه بايه؟ بالحاجات اللي جوه هنا. لا بس هو فعلا في ريحه مش حلوه. انت ملايطه الدنيا كلها في بعض، نترف في كل حته. والله انا قاعده على الارض دي مرتين وملمعه كذا مره. طب يا دكتور انا خلصت شغل وسايبه الواد ابني عند سلفتي ولازم اروح اجيب. طيب قولي لي بس حسابك كام؟ 300 جنيه. حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ هم 150 جنيه. لو مش عاجبك اخش اشوف باقي الشغل. لو ما معكش ولا يهمك يا دكتور. كله لاجل عيون الست النواره الله يرحمها. لا يا شيخه، وانا ما اعرفش الست النواره كانت بتدفع لك كام ولا ايه؟ بس شغل الشقه كان كتير قوي النهارده. لا الشغل زي كل مره بصراحه، هم 150 مفيش غيرهم. تشكر، بس اعمل حساب حضرتك انا مش جايه تاني، عشان جوزي لما عرف ان انت وحداني حرج عليا ما اجيلكش. السلام عليكم. يلا في 60 داهيه. ولا يهمك، دي اصلا حراميه بتكروت لك الدنيا. اه بس دي مشكله انا مش عارف هعمل فيها ايه. يعني لو تعرفي واحده تكون امينه تيجي تنظف. لا والله ما اعرفش. انت عارف المشكله المنطقه بعيده، ما حدش بيرضى يجي، بس هدور لك، لو لقيت لك هقول لك ان شاء الله. حاضر يا حبيبتي يلا ما تقلقش ان شاء الله هتتحل. ان شاء الله. عن اذنك. الف شكر. ميرسي. تعالى يا حبيبتي يلا.